حياتنا، رمضان مبارك عليكم جميعا، الأخوة والأخوات، كل من عم يتابعنا الآن. غذي نفسك صح. اليوم رح نعنوين اللقاء هذا بهذا العنوان، غذي نفسك صح. مثل ما بتعرفوا حضراتكم جميعا، برمضان كتير بيصير عندنا نقص بالتغذية الصحيحة بين قوسين، وإلا هو لو إنه نحن بنعتمد التغذية اللي الله أرادها كنا أكيد غذينا أجسادنا بالشكل الصحيح. الآن جايب لكم مع مني شيء يعني فعلا يكون على حسب العنوان، غذي نفسك صح. أكيد برمضان بصير في جهد وبيصرف الإنسان من طاقته يعني المخبأة منذ السحور إلى أن بيصل للفطور، انتهت الطاقة وما عاد في عنده إمكانية يكمل، ما عاد عنده إمكانية إنه يبذل أكثر، فبحلس بالمعنى العام. الآن جبت لكم معي، مين بيعرف هالمكملات الحلوة هي؟ الآن جبت لكم معي مكملين غذائيين مهمين جدا جدا، مشان ما توصل لقبل الفطور وانت محلس، انه هي الطاقة اللي ادخرتها من السحور، من وجبة السحور. انا متأكد انه حسب التغذية اللي موجودة الآن بزماننا هاد، لا يمكن انه تكون طاقة كافية لتوصلك للفطور، خاصة بساعات رمضان الطويلة الآن يلي يعني بسنواتنا هي الأخيرة ساعات طويلة. وقت وعيت على الحياة كان رمضان للساعة 4، مين بتذكر معي؟ تحياتي للجميع، أهلا وسهلا بكل من انضم معنا لهذا البث المباشر. الله يكتبوا لي بالتعليقات مين بتذكر رمضان تبع الساعة 4. بوقتها كان ماشي الحال، إنه الساعة 4 يعني بين السحور والفطور، أبو شغلة كان بوقتها يمكن 10 ساعات أو 11 ساعة، الآن عم نوصل نصوم 15 ساعة. اليوم جايب لكم مع مني الغذاء السوبر فود. الغذاء السوبر فود، بنفوت فوتة واحدة على هدول الأغذية وبعد منا بنتقهون. تمام، اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتعرفوا عن هاي الأغذية. أنا لهلا عم شوقكم، عم بعمل شو مشان تشاركونا هذا اللايف وتدعمونا، يا دعمونا يا بالاجابات، دعمونا يا وحركونا حالكم شوي، شاركوا هذا الخير، لانه باذن الله رح احكي كلام كبير جدا اليوم بهدول المكملين الغذائيين. تمام، هذا اسمه طحالب سبيرولينا، هذا اسمه الفطر الريشي. رمضان كريم على الجميع، وهي ان شاء الله تعالى عم بستنى انا بس يقول الله اكبر لحتى بلش افطر هذا الفطور الرائع، وبعد الفطور بدي اتقهون. وعندي ايضا كمان بدي اجيب لكم اياها هلا تشوفوها، القهوه السوداء. فبالعوده للتغذيه، التغذيه السوبر تمام يلي بنتغذاها على السحور وعلى الفطور. الان بدي من حضراتكم دعم لهذا اللايف حتى اعطيكم ان شاء الله تعالى كلمات ظراف، بس بدنا العدد يطلع على اللايف، الله يرضى عليكم ساعدوني. ايوه اكتبوا لنا بالتعليقات، شاركونا هذا اللايف، خلي الصايمين اليوم يستفادوا من هي الوصفه اللي حوصفها، هدول المكملين الغذائيين. وليش جايب لكم مع مني ان شاء الله تعالى دلائل علميه، بين قوسين دلائل علميه، ليش انه نتغذى هدول شو المكملين كل يوم فطور وسحور، بالاخص برمضان. خارج رمضان نعم نعم اكيد نحن ما بنقطعهم، ولكن ليش بالاخص برمضان جاي على هذا الحديث؟ ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الله يرضى عليكم، رضا قلبي وربي. شاركوا لي هذا اللايف، ادعموني، خلينا نوصل لعدد كبير ان شاء الله تعالى، خلي الجميع يستفاد من هذا اللايف. تمام، الان حابدا مع حضراتكم، انا بعرفكم ان شاء الله ما حتقصروا، انتم اهل خير، شاركوا اللايف حتى يطلع العدد. تمام، ادعموه بالاعجاب، ادعموه بالمشاركه وبالشير، واشتركوا ايضا، لا تنسوا تعملوا لي متابعه. حلو، الان لاحظوا يا جماعه الخير، الان عندنا احنا طحالب اسمه طحالب سبيرولينا، وعندنا فطر اسمه الفطر الريشي. اوكي طيب، خليني ابدا اول شيء من هذا الغذاء يلي اسمه طحالب سبيرولينا. شو قصته هذا الغذاء؟ اسمعوا هالقصه الحلوه. بعام 1974 بعد ابحاث عملتها منظمه الصحه العالميه، اعلنت حرفيا، هذا الحكي موجود اليوم بعده يعني بحوث ومقالات على الانترنت، شو اعلنت منظمه الصحه العالميه؟ ب 1974 قالت لك نحن وجدنا السوبر فود، وجدنا الغذاء الخارق على كوكبنا. تمام، قالت وجدنا الغذاء الخارق على كوكبنا،
يلي هو شو؟ طحالب السبيرولينا، حيث أعلنت أنه كل جرام من هذا الطحالب يعادل 1000 جرام من الخضار والفواكه. بنعيد، قالت منظمة الصحة العالمية عام 1974 وجدنا على كوكبنا الغذاء الخارق يلي هو شو؟ السبيرولينا، حيث أنه كل جرام منه يعادل 1000 جرام خضار وفواكه منتقات أورجانيك. خضار وفواكه منتقات، يعني كل 4 حبات الآن من هي الطحالب تعادل تقريبا كيلو خضار وفواكه. شوفوا قديش فيها عناصر، شوفوا قديش فيها طاقة، شوفوا قديش فيها معادن، شوفوا قديش فيها غذاء، شوفوا قديش فيها فيتامينات، هي فقط هي، شوفوا قديش فيها بروتينات، الغذاء السوبر فود. هاد لسه ما خلصت القصة، اسمعوا شو صار. اجت وكالة ناسا للفضاء، سمعت هذا الكلام من منظمة الصحة العالمية، شو قالت؟ تعرفوا شو قالت؟ قالت أنا أبحث عن هكذا خصائص لرواد الفضاء. هي تبحث، هي ما بدها تبعت رواد الفضاء يعملوا أبحاث بالفضاء أيام بالأشهر بيقعدوا فوق وهي تحمل معهم الطعام بالشوالات مثل ما بيقولوها. هي بدها شيء خف وزنه وعلى شو خصائصه وعلى جودته وعلى فوائده. قام راحوا بدهم يتأكدوا بنفسهم، وكالة ناسا للفضاء عملت بحوث على هي الطحالب، اسمها طحالب سبيرولينا، تمام؟ فشو وجدت انه فعلا هي هي اللي تبحث عنها وكالة ناسا للفضاء، الغذاء السوبر فود، واعلنت انه هذا غذاء رواد الفضاء. الان وكالة ناسا للفضاء اعلنت بشكل رسمي، طبعا من زمن بعيد حتى يعني هذا الحكي، بعد البحوث اللي عملتها منظمة الصحة العالمية عام 1974 اعلنت انه هذا غذاء رواد الفضاء. الان في معلومات لسه مهمة حقلكم اياها على هذا الغذاء، فلذلك بدي منكم برمضان تتغذوا على السحور والفطور، تمام؟ وجايكم ان شاء الله تعالى حساعدكم بالمصدر الصحيح، اصحكم لا تستعجل هلا اخي واختي، خليكم معي حاعطيكم المصدر الصحيح لهي الاغذية، تمام؟ طيب الان يا جماعة الخير رح اكمل عن هي عن هذا الغذاء السوبر فود. ادعموا هذا اللايف، شاركوه، الله يرضى على اسمكم، خلي الجميع يستفاد. لا تنسوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. شاركوا حبه للاخرين. نحن جايبين معنا اليوم الغذاء السوبر فود، وجايبين معنا العملاق. ما حاحكي هلا شيء عنه للعملاق، خلينا خلصنا السبيرولينا، تمام؟ طيب الغذاء السوبر فود طبعا منظمة الصحة العالمية كتير اهتمت فيه، الغذاء السوبر فود كتير اهتمت فيه، إلى أن أنشأت مبادرة موجودة، طبعا كل شيء أقوله أنا الآن له وثائق على الانترنت، أنشأت مبادرة سمتها إمسام، تمام؟ شو سمتها؟ إمسام. هي المبادرة تعنى بتغذية أطفال العالم الجياع بطحالب السبيرولينا، تمام؟ هاي المبادرة موجودة الآن على الانترنت، والمنظمة تدعمها بشكل مستمر لتوزيع هاي الطحالب، لأنه بتسد الجوع وتحارب فقر الغذاء حول العالم وسوء التغذية. فشوفوا انتم هلا مرقنا مع حضراتكم بثلاث مراحل، مرحلة اكتشافه، منظمة الصحة العالمية قالت عنه سوبر فود ب 74، مرحلة وكالة ناسا للفضاء اعلنته غذاء رواد الفضاء، المرحلة الثالثة يلي هي منظمة الصحة العالمية دعمت اطفال العالم الجياع، والمبادرة موجودة على الانترنت اسمها ام سام، اي ام اس اس ا ام، ام سام. السبيرولينا الان ليش انا قلت لكم انتظروا لاعطيكم المصدر الصحيح عن السبيرولينا؟ شاركوا لي اللايف هذا لحتى ان شاء الله تعالى الجميع يستفاد. المصدر الصحيح الان لما حكينا كل هذا الحكي، طيب منظمه الصحه العالميه وقت اجت بدها تتزود بطحالب سبيرولينا، منين اخذت الطحالب هي؟ اخذتها من شركه، اكتبوا لي بالتعليقات، موجوده طبعا بالمبادره الا موقع، موجود الشراكه مع شركه دي اكس ان، لانه شركة دي اكس ان تستزرع هذا الطحالب باعلى معايير مثل ما لكم شايفين. هذا الشعار احفظوه، حتلاحظوه موجود بصفحة شو؟ بصفحة المبادرة ام سام يلي تدعمها منظمة الصحة العالمية لمكافحة سوء التغذية. فاذا الان خلصنا من هذا المنتج، خلصنا شرح عنه، اهم وقفات وقفنا عليها هو اكتشافه، ايضا اقتناؤه من قبل
وكالة ناسا للفضاء، ودعم منظمة الصحة العالمية لمبادرة عالمية لتكافح سوء التغذية لأنه السوبر فود. الآن نحن هذا الغذاء لازم نتغذاه كل يوم على السحور، على الفطور، وأيضا بعد رمضان بشكل مستمر حتى يعمل لنا توازن في أجسامنا. خلينا نروح الآن سوية إلى، خلي على جنب هيك تضلوا تشوفوا، خلينا نروح الآن سوية إلى شو؟ خلينا نروح سوية إلى الفطر الريشي. حكينا سبيرولينا، هذا نحكي فطر الريشي. هلا دائما نحن نوجه أنظارنا برمضان إلى الغذاء، ولكن لا نعلم كم من السموم تدخل أجسادنا من خلال التغذية الخاطئة، من خلال المياه، المشروبات الغازية اللي كثير بيشربوها على الأفطار، ومن خلال المشروبات اللي فيها سكريات وسكر، وكل المشروبات اللي بنشربها على الأفطار غالبا يدخل فيها السكر ويدخل فيها السموم. بس دخل السكر دخل السموم. لاحظوا أيضا اللي ما بيشرب، اللي محافظ على صحته ما عم يشرب أشياء فيها سموم، لكن أكيد بيتحلى برمضان، بياكل حلويات. كل صايم بحب الحلويات، هاي الحلويات من أكبر مصادر السموم موجود فيها هو السكر، تمام؟ أيضا نظامنا الغذائي يلي غير متوازن 100% بالزيوت المهدرجة، وأيضا بكتير تفاصيل أخرى بتدخل بغذائنا، لا ترتقي أن تكون غذاء كامل 100%، فتشكل سموم. شو هي السموم؟ السموم رح نشرحها الآن. إحنا عنا أجسادنا هي عبارة عن ملايين الخلايا، الخلايا هي تمتص كل الأغذية اللي إحنا نتغذاها، بامتصاصها لهي الأغذية أيضا تمتص السموم. السموم بتضل عالقة بهي الخلايا. كيف أجسادنا بتتعب؟ كيف أجسادنا ما عاد تستقبل الغذاء؟ كيف أجسادنا ما عاد تنتفع من الغذاء؟ كيف أجسادنا بتشيخ قبل الشيخوخة؟ كيف وكيف وكيف؟ لأنه الخلية امتلأت بالسموم، تمام؟ وما أدراكم ما السموم. الآن بدنا ننظف هاي السموم، كيف ننظفها؟ تحياتي لكل من عم يعلق لنا كلمة طيبة، الله يجزيكم الخير، هذا شرف كتير كبير لإلي هاي الكلمات اللي عم بقراها، الله يجزيكم الخير. الآن كيف بدنا نطرد هاي السموم؟ وإن شاء الله تعالى رح أرد على تعليقاتكم. حاضر حاضر على راسي حاضر، شكرا كتير على الكلام الطيب، أغجلتمونا. طيب كيف نحن الآن بدنا ننظف هاي السموم؟ الفطر الريشي. هذا الفطر الريشي أكثر من 200 خاصية غذائية سوبر، بالإضافة إنه بيطرد السموم، يعيد تجديد الخلايا، بيعمل ضبط مصنع. في دكتور مشهور على الانترنت نوجه له تحيه، الدكتور كريم علي، بيحكي عن دائما الغذاء الاورجانيك وكيف انه يتشافى الانسان من غير الادويه الكيميائيه. كتير ركز باحدى الفيديوهات تبعه موجود على اليوتيوب، الدكتور كريم علي يا ريت تحضره، كتير ركز على اهميه الفطر الريشي لنعمل ضبط مصنع. تخيلوا، قال لك اذا بدك تعمل ضبط مصنع هذا الغذاء اسمه غذاء الفطر الريشي. هذا من خلال تناوله حتطرد السموم، حتجدد الخلايا، حتعيد توازن كل شيء غير متوازن بجسدك. الضغط عالي حينزله، هذا كريم علي بيقول لك اياها بالمصري، الضغط نازل حيطلعه، السكر غير متوازن حيوازنه، ايضا حيعمل لك عمليه صيانه شامله لجميع اعضاء الجسد. سبحان الله، هذا الفطر الريشي واهميته على حياتنا. هذا غذاء وليس دواء، انتبهوا، هذا غذاء اسمه الفطر الريشي، تمام؟ طيب شو احسن مصادر لانه نحن ناخذ هذا الغذاء؟ انصحكم بالمصدر يلي اساسا صار لي اكثر من سنتين بتناول منه، وكل عائلتي وكل الاشخاص من حولي نصحتهم بهذا المصدر يلي هو دي اكس ان. دي اكس ان، تمام؟ اذا نتغذى، بلشونا بالغذاء، اتغذوا واعملوا تنظيفه واعملوا صيانه وطردوا السموم. هدول بدنا اياهم على السحور، بدنا اياهم على الفطور يوميا. الآن بدي أشوف التعليقات تبع حضراتكم ونجاوب. معلش عذروني، أنا لاحظت أنه في كثير أسئلة، ولكن حقيقة ما بدي أقطع السلسلة على الأشخاص اللي عم يتابعوني. الله يبارك بالجميع. في مين عم يسأل قديش حقها بتركيا؟ والله أخي الغالي، هي موجودة مو بس بتركيا، بكل بلدان العالم، تمام؟ طبعا اللي حابب يتواصل معي أنا حخلي الآن رقمي بالتعليقات، هي تعليق، تمام؟ تواصلوا معي واتساب، تواصلوا واتساب لحتى إن شاء الله تعالى نتأكد من السعر بحسب بلدانكم، وأعطيكم السعر الرسمي لحسب البلد، تمام؟
ورح اساعدكم بالحصول عليه، وايضا رح اعطيكم بشاره انه رح اساعدكم بالحصول عليه بحسم كمان، تمام؟ بحسم بيصل ل 25% ان شاء الله تعالى، بما اني اساسا انا عميل قديم بالشركه ولدي عضويه بالشركه، فانا بساعدكم بانه اعطيكم حسم 25%. فلذلك كل من مهتم يتواصل معي على الواتساب، نزلت لكم الواتساب تبعي. ايضا في عندنا سؤال هون، ايوه برافو، في مين عم يشارك؟ صح، تمام، ما شاء الله حولكم، الله يجزيكم الخير، شكرا لكل كلمة طيبة كتبتوا لنا اياها. في مين عم يقول والله انا بخير الحمد لله، تحياتي لك. في مين عم يقول انا جربت وما شاء الله، الله يبارك فيك، حلو رائع، الله يجزيكم الخير جميعا، كل كلمة انكتبت طيبة بتعبر عنكم، كل كلمة كتبتوها والله بتعبر عنكم، الله يجزيكم الخير. طبعا ان شاء الله تعالى هذا الفيديو يلي فات عليه هلا، الله يبارك فيكم، تحياتي استاذ الشاكر، الله يبارك فيك اخي الغالي والاخوة والاخوات. كل من الان فات هلا، انا قبل شوي شرحت عن الغذاء السوبر فود، شرحت عن أهمية الفطر الريشي، رح أرجع أنزل هذا الفيديو على قناتي بعد ساعة من الآن، تابعوا، فوتوا تابعوا قناتي، اسمها قناة المدرب نادر عثمان، أو اكتبوا صحة ومال مع نادر عثمان، تمام؟ فوتوا، حتى أنا ضمنت لكم إياها بالبايو، أرجو إنه تهتموا بمتابعة الفيديو، بعرف إنه في ناس فاتت هلأ ما عرفت شو شرحنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم جميعا، شكرا، انتم اغزلتمونا بكلامكم الطيب. طيب هذا هو الشرح اللطيف اليوم، طبعا بعد الفطور، بعد ما نفطر الغذاء الخارق السوبر فود السبيرولينا، وايضا نفطر الفطر الريشي ونتسحر منهم الاثنين، حتى نعمل شو نعمل؟ حتى نعمل غذاء وتوازن غذائي، وحتى نطرد السموم ايضا بالفطر الريشي ونعيد تجديد كل شيء، وبعد منا نشرب القهاوي الرائعة أيضا من شركتنا الرائعة DXA. ربي يحفظكم جميعا، تحياتي، هي دردشة لطيفة، رمضان مبارك عليكم جميعا. هذا الفيديو حينزل بعد ساعة من الآن على قناتي على اليوتيوب، اكتبوا الآن بالبحث على اليوتيوب صحة ومال مع المدرب نادر عثمان، وفوتوا بعد ساعة من الآن اشتركوا بالقناة مشان يصلكم، رح ارفع هذا الفيديو مشان كل مين ما تابع، لأن أنا شرحت شرح كتير مهم عن هدول، تمام؟ ربي يحفظكم جميعا، تحياتي، أسأل الله لي ولكم التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.